يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. بنرحب بيكم في اولى فقراتنا الحواريه. واللي حصل يا حضرات في الفتره الاخيره ان مصر استضافت وبمنتهى النجاح اكثر من بطوله في الفتره الاخيره، سواء كانت بطوله قاريه او دوليه في دنيا تنس الطاوله، بالاضافه طبعا لبطوله يعني لسه كانت حاصله من كام يوم للبارالمبيين. تعالوا نتعرف على كل تفاصيل هذه البطولات من خلال وجود سياده المستشار عصام زيدان، هو عضو مجلس اتحاد تنس الطاوله وكمان هو مدير بطوله مصر الدوليه البارالمبيه. يا صباح الخيرات على حضرتك يا فندم. اهلا صباح بيك. النور. اهلا بيك. أهلا. صباح الهنا عليك سياده المستشار. وقبل اي حاجه انا شخصيا سعيده باللي بتقدمه حقيقي لابطالنا البارالمبيكس او البارالمبيين، وقد ايه بنصنع يعني فرصه للحياه مره ثانيه لابطال والاشخاص ربما الحياه شويه مش مديهم فرص كتيره، خلينا نقولها بهذا الشكل، لكن معاكم فعلا بيبقوا ابطال، فبجد حاجه محترمه جدا. وخلينا نبدا بقى بالنقطه اللي كريم كان بيقولها، فكره استضافه مصر ليه بطولات كتيره جدا مؤخرا وانعكاسها ده على فكره تطوير الرياضه المصريه كمان. لا احنا الحمد لله باذن الله يعني عندنا بطولات كتيرة عملناها في الفترة اللي فاتت. صحيح. آخرهم زي ما قال بطولة مصر كريم الدولية، بطولة مصر الدولية البارالمبي، ودي اتلعبت في الفترة من 25 ل 27 مايو فبراير آسف. ودي شارك فيها 18 دولة، المفروض كانوا 20 دولة، ولكن تركيا اعتذرت في اللحظات الأخيرة بسبب الزلزال. طبعا. والكويت كمان اعتذرت لظروف ما اعرفش ايه هي. المهم ان 18 دولة، والرقم ده لاول مرة يتحقق في مصر. يعني احنا بنعمل البطولة دي بقالنا فترة، كل سنة بتتعمل. المرة دي اكبر عدد شارك فيها، واعتقد ان ده يرجع لسبب ان باريس 24 الاتحاد الدولي قرر ان البطولات الدولية من اهمها بطولة مصر الدولية هيبقى في سنة 23، هيبقى ليها نقاط هتأهل اللعيبة للمشاركة في باريس 24. يا ريت. ده خلى عدد كبير من الدول إنها تشارك في البطولة دي، ومصر الحمد لله نجحت باقتدار في إنها تظهر في الاستضافة. طب وفي النتائج بقى؟ وفي النتائج الحمد لله طلعنا حققنا التاني بعد فرنسا. انت عارف في جدول الميداليات بيوضح فرنسا خدت ميداليات ذهب اكتر من مصر، لكن مصر حصلت على 50 ميداليه في البطوله دي. لو الجدول حضرتك بتتكلم عليه نزل على الشاشه. الجدول ايوه مظبوط. فرنسا واخده 21 ميداليه توتال، ومصر واخده 50 ميداليه توتال، لكن عشان الذهبيه لصالح فرنسا، عشان فرنسا جايبه ذهب اكتر. أوكي. فهي تبقى رقم واحد، مصر رقم اثنين. لو لاحظت حضرتك هتلاقي عدد الدول اللي شاركت الهند، رومانيا، السعوديه، اليونان، سريلانكا، دول كتيره ودول قويه جدا، اليابان، بريطانيا. انا نتيجه اسبانيا استغربها جدا، غريبه. اسبانيا خدت ميداليه واحده فضيه، مع ان اسبانيا وكذلك بريطانيا نفس القصه. عارفه حضرتك ليه؟ لان احيانا احنا عندنا في البارالمبيك في 10 كلاسات فيها رجال وفيها سيدات، فانت بتنافس النهارده في 10 ايفنتات في الرجال و10 في السيدات، يعني 20. غير الكلاس اللي هو كلاس 11 ده اللي هو الاعاقات الذهنيه وليس الحركيه. ده بيبقى لوحده، فكده عندك 22 كلاس او 22 ايفنت فيهم ميداليات. فممكن حاجة تكون اسبانيا شاركت في ايه؟ كلاس ماين، في كلاس او كلاسين او ثلاثه. فعشان في حاجه من قديم الازل سياده المستشار دايما ملفته للانظار، واحنا هنا في البرنامج اتكلمنا عنها قبل كده يمكن عشرات المرات، كل مره كان بسبب موضوع ما كنا فاتحينه مع احد الضيوف الكرام اللي بينورونا. دايما في اي دوره اولمبيه، انا هنا بتكلم على الاولمبيات العاديه والبارالمبيه، تمام، دايما ابطالنا المصريين في مشاركاتهم البارالمبيه بيرجعوا بثلاث اربع خمس ست اضعاف عدد الميداليات اللي ابطالنا من الاسوياء اللي بيشاركوا في الدورات الاولمبيه العاديه بيرجعوا بيها. اكيد ورا الموضوع ده سر. ده صحيح. ايه بقى؟ احنا فعلا عندنا البارالمبيك يمكن فرصتهم في تحقيق ميداليه اعلى من الاسوياء. ليه؟ ان البارالمبيك عندك قاعده عريضه وعندك عدد كبير، واللعيبه دي بتلعب بطولات كتير وبقى لها فتره، وكذلك كل الوفود المشاركه في اي دوره بارالمبيه، ما كل الدول عندها الفئه دي من الرياضيين والابطال. لو تلاحظ حضرتك مش كل الدول عندها بارالمبيك في تنس الطاوله، يعني هتلاقي العدد اقل بكتير من
الأسوياء. يعني مثلا كان في بيسبق بطولة مصر الدولية الأخيرة دي بيسبقها مباشرة بطولة اسمها البطولة العربية. البطولة العربية ديت تابعناها هنا طبعا، الاتحاد العربي هو المسؤول عنها وهو اللي منظمها. والبطولة دي المفروض انها هتبقى في مصر هنا، كانت من 21 ل 23، ولكن في دول كتير اعتذرت، زائد ان الدول العربية اصلا في البارالمبيك قليلين مش كتير. يعني هتلاقيهم كلهم بيلعبوا في الاسوياء لكن مش كلهم بيلعبوا في البرلين. ما ده برضو عليه علامه استفهام، لحضرتك تسمح لنا برضو تشرح لنا النقطه دي، لان هم عندهم اعداد، يعني من ناحيه ان هم عندهم اعداد لكن مش بيشاركوا في البطولات. انا مش فاهمه دي ليه. انا اقول لحضرتك، هل نقص دعم ولا لا؟ هو التعداد السكاني طبعا معروف، مصر اكبر دوله عربيه فيها تعداد سكاني، فبناء عليه كل ما القاعده كانت كبيره كل ما هيبقى عندك عدد اللاعبين بيصب كتير. يعني شوف المعاقين او اللي هم اللي عندهم اعاقه حركيه وبيلعبوا تنس طاوله في دول اخرى العدد قد ايه، وشوف عندك قد ايه. عشان كده مصر ظاهره في البارالمبيك، زائد ان احنا اصلا كاتحاد تنس طاوله منشطين او شغالين على هذا الملف من فتره. والحقيقه الملف حقق قبل كده، يعني عندنا الكابتن سامح عيد كان حقق قبل كده ميداليه برونزيه، وكان عندنا حسان وفايزه دول حققوا لسه في بطوله العالم الاخيره في اسبانيا كانت في شهر 12 اللي فات ده، محققين ميداليه برونزيه بطوله العالم. فانت عندك قاعده كبيره لكن مش بالضروره كل الدول العربيه الثانيه او الدول الاجنبيه بيبقى عندها. لازم هو يعني لو بصينا لها من زاويه ثانيه، حتى لو عندهم ندره في الفئه دي من الرياضيين، لكن اكيد بطبيعه الحال الاتحادات المعنيه في الدول وبصفه خاصه دول الخليج اكيد هتلاقي عندهم حته التمويل حاضره والتجهيز حاضره وعندهم امكانيات تسمح لهم لو عندهم حتى لاعب واحد يروقوه تماما ويجهزوه تماما لاي بطوله بارالمبيه يشارك فيها. ده صحيح، ولكن احنا كتنس طاوله، احنا تنس طاوله هو ممكن يبقى فيه شوف كام، انت حضرتك بتتكلم على البارالمبيك، البارالمبيك شوف فيه كام لاعب بيلعب تنس طاوله وعنده اعاقه في الدول الثانيه. هتلاقي ان مصر عدد اكتر، فالعدد الاكتر هي عمليه يعني القاعده كل ما كبرت في الهرميه هتلاقي اللي واصل في الاخر العدد، عشان كده مصر ظاهره في المجال ده. احنا تابعنا الاولمبياد بتاع طوكيو، وكان معانا كذا مداخله كمان تحديدا لو هنتكلم عن تنس الطاوله، وشفنا هو اسمه ابراهيم حماديتو صح كده، ابراهيم حمادتو، حمادتو كان معانا على التليفون بالمناسبه وقتها من طوكيو، واتكلمنا معاه وقد ايه ابهر العالم، وقد ايه لو انت فاكر يا كريم كان بيلعب ببقه، يعني بطل استثنائي حقيقي. بس ايه اللي ممكن بقى يقدموه برده ابطالنا في باريس؟ احنا نفسنا ان هم على فكره والله مش عشانهم هم يستحقوا ان هم يوصلوا ويجيبوا رانكينجز اعلى وميداليات ذهبيه، فنتمنى ده يحقق في باريس. هل ده ان شاء الله بنسبه كام كمان ممكن يتحقق؟ ابراهيم حمادتو ده الايقونه بتاعه تنس الطاوله عندنا في مصر طبعًا. والعالم في العالم صحيح، العالم كله بيحط صوره ويروح اي دوله عايزين يتصوروا معاه. الحقيقه هو يعني بيعمل حاجه ما حدش يقدر يعني صحيح. يعني شفت حضرتك بيلعب ازاي ببقه وكده، فده طبعا اعجاز، يعني حاجه عشان كده هو مشهور عالميا وكده طبعا. انما بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك اللي هو احنا فين من باريس 24 واحتمالاتنا ايه، أنا يكفي ان اقول لك ان عندنا احنا بنعمل اعداد قوي جدا للموضوع ده، وعاملين خطه لباريس 24 سواء فنيه او ماليه واداريه وكل حاجه، والوزاره واقفه في كتفنا في الموضوع دوت وبتدعمنا. الخطه دي يكفي ان اقول لك ان في بطوله مصر الدوليه دي الاخيره اللي لسه ملعوبه قريب، عندنا البطل سيد سيكا كسب بطل العالم في البطوله دي لاول مره، وده يوريك قد ايه الاعداد رايح فين، احنا رايحين فين. معسكرات داخليه، معسكرات خارجيه، معسكرات مفتوحه، معسكرات مغلقه، بطولات خارجيه، بطولات داخليه، اللي عاملين بطولتين جمهوريه لسه قريب في مصر هنا. ده على حساب الاتحاد برضو يا سياده المستشار عشان نتاكد، يعني موضوع كفرد ماليا، مفيش بطل بيدفع من جيبه حاجه. لا لا، عشان هم برضو امكانياتهم محدوده، فما نقدرش احنا نعمل عبء كمان اكبر يعني. طبعا كويس. ولكن برضو في الجزئيه دي في حته عايز اوضحها. النهارده انت احيانا الاتحاد الدولي بيسمح لك باستثناءات، زي ايه؟ يعني بطوله مصر الدوليه مسموح لكل دوله تشارك ب 10 لاعبين مثلا، يعني ماكسيمم. لكن الدوله المنظمه اللي هي مصر
لا بيبقى مثلا 20 يسمح لك بعدد الضعف بشكل استثنائي يعني. فانت النهارده انت المنتخب عندك لو خدت واحد بس، ان لسه بنحكي بنقول فيه 10 كلاس بالنسبه للبارالمبي، 10 كلاس رجال و10 سيدات، لو خدت واحد بس اللي هو البطل او المصنف الاول في كل رانك في كل كلاس، يبقى انا عندي 20 واحد دول ايه قوام المنتخب. 20 واحد هيلعبوا في دول المنتخب. لو خدت 2 هيبقى 40، لو خدت 3 هيبقى 60. فالنهارده احنا شاركنا في بطوله مصر الدوليه، انا كدعم من الناحيه الماديه هصرف على مين؟ بصرف على الاساسيين. اما اللي هم الزياده المسموح بيهم فممكن يكون مسموح لهم بالمشاركه والبطوله في بلدنا، فما فيش مشكله ان هم يشاركوا. برضو على ذكر الصرف وعلى فكره وعلى ذكر الدعم المادي، اكيد حضرتك خدت بالك ان في اخر كام سنه في اهتمام رئاسي ملحوظ بفئه ذوي الهمم، تمام؟ واكيد لا سيما الرياضيين منهم، وشفناهم بيكرموا قبل كده من سياده الرئيس اكتر من مره بعد عودتهم من اكتر من مشاركه في بطولات دوليه ومنها منها بارالمبيه كمان. هل لهذا الاهتمام الرئاسي كان ليه اي انعكاس على جزئيه التمويل المتعلقه بالاتحادات المعنيه في الرياضات المختلفه؟ هو التمويل بالنسبه لنا احنا المصدر الوحيد للتمويل هو الوزاره وميزانيات الوزاره، وهي الوزاره هي اللي بتصرف، وزاره الشباب والرياضه، والحقيقه ما بيتاخروش علينا الدكتور اشرف صبحي ما فيش اي سبونسرز للبارالمبيكس. في سبونسرز لبعض الابطال يعني الناس يعني مثلا واحد زي ابراهيم حمدت وكده الناس كذلك في الاسوياء هتلاقي في سبونسرز، بس العدد محدود جدا اللي السبونسرز انا عايز اعرف ازاي يعني بمناسبه الصور ازاي سبحان الله يعني ببقه بيلعب وبيحقق كمان انتصارات على ابطال يعني في دول تانية سبحان الله وبيبهر العالم. لا مش طب عادي ربنا يوفقه بجد يا رب. صحيح يعني ده صحيح. فعندنا السبونسرز بيرعوا بعض اللاعبين، يرعوا ابراهيم مثلا، في عمر عصر، دينا، هنا جوده. هنا جوده طبعا. ممكن تلاقي عدد. احنا دلوقتي بنسعى كسياسه اتحاد. هو مش المفروض يبقى ده مبدا عام على كل الابطال؟ طبعا اكيد بطبيعه الحال لما يكون في حد نجاح ومداوي بشكل صحيح. استثنائي صحيح. ومبهر للعالم طبيعي، لكن بتكلم على المبدا. حاليا احنا مركزين في موضوع السبونسرز ده كبديل للدعم المالي برضو او يساعد في العمليه ديت. شغالين على الملف ده بس مش عايز اقاطع ان شاء الله يعني. موفقين ده خبر حلو طبعا. ان شاء الله هيبقى فيه وهيبقى فيه دعم كويس، والوزاره الحقيقه والدوله مش متاخره عننا في حاجه بالنسبه للدعم المادي يعني. كويس جدا. يعني يا سيادة المستشار بجد كل التوفيق لحضرتك، بس فرحونا في باريس 2024. نتمنى يعني اكيد هنشوف حضرتك قبلها، بس نتمنى بعد باريس 2024 تجولنا بقى ويبقى معانا ميداليات ذهب كتيره ان احنا نقدر نعمل ده باذن الله. ندعو الله ان شاء الله باذن الله. نوعدكم بحاجه. نورتنا يا سيادة المستشار، مشكور على وجود حضرتك معانا. شكرا لحضرتك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.